مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على الحساسيه الموسميه وحساسيه الربيع. التعريف ديالها، الحساسيه الموسميه هي واحد الحساسيه اللي كتجي مع فصل الربيع اللي عندها علاقات مع البولين، يعني مع تورد الزهور اللي تيكون في الربيع واللي كيكون كيهزوا الريح وكيمشي كيقيس لنا العين ديالنا وكيعطينا تهيج وكيعطينا واحد لا ريبونس اللي هي اليرجيك، يعطينا تهيج في العين. هذه ما يسمى بالحساسيه اللي قد يقيس الاطفال او الكبار. الحساسيه اللي كتكون فصل الربيع كاين جوج الانواع ديال الحساسيات. كاين الحساسيه اللي تتكون موسميه 100% اللي كتجي فقط في فصل الربيع وفي بعض الحالات في فصل الخريف، وكاين الحساسيه اللي تتكون بيغانويال اللي كتكون على طول العام واللي كتزاد في هذه المرحله الربيعيه. الحساسيه ملي كتبدا كيبدا يحس الانسان بواحد التهيج في الملتحمه ديال العين، كيكون حمرار، كيكون ضبابيه في الرؤيه، كتكون حكه في العين، كيكون العين كتبدا تدمع بزاف، الجفن كيبدا يتنفخ، يعني كيكون التهاب عموما في الجزء الامامي ديال العين. نعم، يعني هذه الحساسيه سورتو اللي كتقيس الاطفال كتعطينا رغبه في دي ديمونجيزون، يعني كتعطينا رغبه في الحكه ديال العين. الا قاست الاطفال فهاد الحكه كتعطينا خلل في الرؤيه، يعني كيطرا هبوط في رؤيه العين، وكيقد الطفل كيولي كيلبس النظارات بسبب هاد الحكه اللي كتكون في العين. نعم، لان الصغار كتكون عندهم واحد القابليه ديال العويجاج في القرنيه، يعني بسبب هذيك الحكه فكيطرا عويجاج في الجزء الامامي ديال القرنيه وكيعطينا تشتت النظر عند الاطفال. اول حاجه خصني دار التشخيص في الوقت المناسب، يعني عند الاطفال غير نشوفوا الطفل عنده احمرار في العين ولا تيحك عينو ولا عنده تهيج في العين، خصو يمشي عند طبيب العيون باش يدير التشخيص ديال هذه الحساسيه وباش نعرفوا النوع ديال الحساسيه اللي عنده. دابا الناس اللي كتجيهم فوق الربيع خصهم قبل ما تبدا عنده لا كريز خصو يعرف الاعراض اللي كتجيه، واش كتبدا العين كتدمع، واش كتبدا الحكه، واش كيبدا لو لاغموامون، وخصو يبدا الدواء قبل ما تبدا لا كريز. هذه الطريقه الوحيده باش نحاصروا هاد لا رياكسيون وما تجيهش مجهده. حساسية العين بحال الحساسيات الأخرى، يعني عندها علاقة مع استجابة لواحد الكونتاكت اللي كاين ما بين أن أليرجين وما بين العين. يعني هذاك الأليرجين ملي تيقيس العين فالعين كتعتبرو بحال أن كور إترونجي، بحال جسم خارجي، وكتكون الاستجابة المناعية كبيرة بزاف بالنسبة لهذاك لو كور اترونجي اللي قاس العين. هذه هي التعريف البازيك ديال الحساسيه. من غير الحساسيه الربيعيه راه كاينين حساسيات اخرى، منهم الحساسيات لي زاكاريان اللي كيتسمى العت اللي تيكون في الفراش، كيجي اوسي للاطفال، الحساسيه الغبره، لي زاليرجي اليمونتير، هادو كاع دي زاليرجي اللي تيقدو يكونوا موازيه لهاد الحساسيه الموسميه. العلاج فيه جوج المراحل، كاين المرحله اللي كنعالجوا فيها الحساسيه دو فاسون ايغو، يعني كنعالجوا هذيك لا كريز اللي كتكون زعما كنعتمدوا على مضادات التهابات ودي زانتي استامينيك باش نحاصروا هذيك لا ريبونس ما تجيناش مجهده وما يتزادش الالتهاب في العين. وكاين لو تريتمون دونتروتيان اللي كيدار لمده اطول باش نهبطوا من الاستجابه المناعيه ومن عدد لي كريز اللي كيجوا في العام. مضاعفات ديال الحساسيه الى ما داوش كتعطينا التهابات اللي كيقيسوا ملتحمه العين، يعني كيولي احمرار مزمن في هذيك الملتحمه، كينوضوا لنا واحد الخلايا اللي كيهاجموا القرنيه وكيقدوا يعطيو هبوط في النظر
اللي قد يكون نهائي. خصنا نعرفوا ان هذه الحساسيه كتعطينا حبيبات اللي كيكونوا تحت الجفن، وهذوك الحبيبات الا كانوا كبار، يعني الحساسيه الاستجابه ديالها كانت كبيره، كيبداو يحكوا لنا على القرنيه وكيعطيونا جريحات في القرنيه اللي هما بحد ذاتهم تيقديو يخليو دي سيكاتريس عند الاطفال. من غير هاد الشيء الحكان وهاد الالتهابات تيعوجوا لنا سطح القرنيه وكيعطيونا امراض القرنيه، منهم تشتت النظر، منهم القرنيه المخروطيه اللي قد يكون مرض مزمن وعنده تاثير نهائي على الشوف ديال الطفل.